صباح النور مشاهدينا، وزي ما عودتكم دايما هنبتدي بنصيحة اليوم. نصيحة اليوم هي عن انه نستعمل العادات والعادات بتاعتنا عشان نحاول ان احنا نبنيها، عاملة زي طوب البيت. البيت عمره ما يتبني من غير ما نبني البيت طوبة طوبة، فعايزين نفكر في العادات بتاعتنا ان احنا نحاول ناخدها واحدة واحدة، وما نحاولش ان احنا نعمل كذا حاجة في نفس الوقت، لانه ده بيعيق ان احنا نحاول ان احنا نبني العادات دي الصحية كمان على وقت وفترات طويلة ومدى الحياة. فمن المهم جدا ان احنا دايما ناخد زي ما بنقول بيبي ستابس. اوكي يلا بينا دلوقتي. عايزين ان احنا نبتدي، اول حاجة هنعملها ان احنا هنسخن الجذع شوية، فاحنا هنقف في اخر المات. والنهاردة بس محتاجين 2 دمبلز لو عندكم، فخلوها جنبكم عبل ما احنا نسخن. هنطلع الاول هنعمل البلانك ووكس او الانش ورمز بنسميهم. هننزل بايدينا لقدام نعمل بلانك، ونمسك بطننا ونشد بطننا، نحاول على قد ما نقدر ايدينا ما تطلعش بعيد عن الكتف بتاعنا، تبقى تحته بالظبط، ويكون ظهرنا مفرود، ما نبقاش نازلين لتحت دايما، نكون بعيد عن الارض، ونرجع تاني ونستعمل رجلنا علشان تطلعنا لفوق. اوكي يلا بينا نشد البطن ونرجع تاني، نحاول نشد كل عضلات جسمنا. وآخر اتنين. وآخر واحدة. هنعمل البلانك هولد. زي ما قلنا قبل كده انه الجذع من الطريقة الكويسة جدا ان احنا نقويه اكتر واكتر، هو ان احنا نعمل يعني exercises مختلفة واحنا في البلانك، لانه بتخلي ان احنا نعمل resisting للgravity. وبعدين من هنا برضو ممكن لو دي تبقى صعبة عليكم، ممكن دايما ننزل ركبنا ونعمل نفس الحاجة من غير ما نطلع الهيبس بتاعتنا لفوق، دايما تكون لتحت وما تبقاش هنا، دايما نكون شدينها وعاملين a straight line لفوق. alright دلوقتي من هنا عايزة أوريكم حاجات مختلفة الأول من غير الدمبلز. أوكي دلوقتي لو أنتوا لسه هنا أوكي، أو حتى فوق هنا، عايزاكم أن أنتوا تنزلوا على كل كوع واحدة واحدة، وبعدين نطلع تاني، ونحاول كل مرة أو كل مرتين ننزل ونطلع على كوع مختلف. بعدين لو advanced نحاول نفتح رجلينا أكتر علشان ما نبقاش بنعمل swing للhips بتاعتنا. وآخر اتنين. وآخر واحد. دلوقتي لما تيجوا تعملوا تمارين الجذع بالذات لما بنيجي، عشان بنعمل بلانكس فيها كتير، من المهم جدا ان احنا نريح ذراعنا برضو، فتعملوا مره بلانك، تعملوا اكسرسايز تاني على ظهركم. اوكي فاحنا دلوقتي هنعمل الديد بوج، فهننزل على ظهرنا هنا دلوقتي. ممكن تخلوا راسكم وكتفكم على الارض، او لو عايزين تعملوا تشالنج اكتر وتتحدوا نفسكم اكتر، نرفع راسنا واكتفنا ونحاول نبص قدام، ورجلينا ركبنا تبقى فوق الهيبس بتاعتنا، ايدينا تبقى فوق اكتفنا ستريت، ونحاول ان احنا ناخد ركبتنا اليمين وايدينا الشمال ينزلوا بعيد عن بعض. نحاول نفرد رجلينا على قد ما نقدر. لما نكون هنا المفروض تحسوا كأن في حد بيشدكم من ايديكم لورا، وحد بيشدكم من رجليكم لقدام. اوكي يلا بينا دلوقتي هنحاول نسرع. اثنين واحد. alright دلوقتي من هنا، دي برضو من الحاجات اللي ممكن تعملوها في كل تمرين بنعمله، هو ان انتوا تزودوا اثقال لو عايزين كمان تشتغلوا على جسمكم من فوق اكتر، من ان احنا نستعمل 2 دمبلز ونعمل نفس الحركه لما يكون عندنا يوم الابر بودي مثلا. اوكي يلا بينا دلوقتي
المرة دي عايزة ان احنا نعمل shoulder taps، اوكي؟ يعني هنعمل لمسات على الأكتاف بتاعتنا، اوكي؟ So again لو هنرجع تاني، لو المودفايد فيرجن الأسهل هو لما نكون هنا في المودفايد بلانك بتاعتنا، هنعمل تابس هنا يمين شمال، بس نلمس كتفنا ونكون ماسكين الجذع بتاعنا على قد ما نقدر علشان ما نبقاش بنتمرجح من ناحية لناحية. Otherwise عايزين نطلع هنا نتنفس كويس ونمسك كل عضلة نشدها على قد ما نقدر. 2 1 ننزل تاني. دلوقتي من هنا عايزين ان احنا نعمل البيرد دوغ. دلوقتي زي ما قلنا مهم جدا ان احنا نفهم انه تقوية الجذع من اهم حاجة ما ينفعش ننساها، هي ظهرنا السفلي، اوكي؟ سو ده بيبقى من اضعف الحاجات اللي معظم الناس للاسف ما بتشتغلش عليها، فمع الكبر بتسبب لهم مشاكل كتير، اوكي؟ فعايزين دايما في الكور اكسرسايزز او عضلات الجذع دايما ان احنا نعمل ظهرنا من تحت. دلوقتي هنرفع ايدينا اليمين ورجلينا الشمال ونحاول ان احنا ما نرفعهمش فوق خالص، عايزين نكون مفرودين نفس الحاجة زي ما كنا بنعمل الديد بوغ. دلوقتي ايدينا مفرودة جامد كأن حد بيشدنا منها، ورجلينا الشمال مفرودة مش طالعة لفوق قوي ولا نازلة لتحت، تكون كلها مفرودة مع ظهرنا. ونرجع تاني شهيق تحت زفير لفوق، نشد بطننا نخلي ظهرنا مفرود، ورأسنا برضو نفس الحاجة تكون في خط واحد مع جسمنا كله، مع دراعنا ومع رجلنا. فنحاول على قد ما نقدر ما نبقاش باصين لفوق أو سايبين رأسنا لتحت. وآخر 2 وآخر 1. Alright. دلوقتي من هنا عايزين نرجع تاني على هنا، هنقعد المرة دي وهنعمل حاجة اسمها الـ Russian Twist. فلو معاكم الـ Dumbbells هوريكم الأول من غير الـ Dumbbell وبعدين هنحط الـ Dumbbell، بس خليه جنبكم. دلوقتي من هنا ازاي نخش في الـ Russian Twist؟ هنحط ايدينا أول حاجة تحت ركبتنا ويكونوا Hip Distance، يعني يكونوا على قد رجلينا مفرودين، وبعدين رجلينا الـ Toes بتاعتنا ما تبقاش لتحت، تبقى طلع لفوق، ونحاول على قد ما نقدر ان هم ما يتحركوش خالص في الاكسرسايز كله. عايزين نقربهم سنه، نحط ايدينا تحت ركبتنا، نرجع سنه لحد ما نحس ببطننا مشدوده، وبعدين نحط ايدينا مع بعض نعمل تويست ونرجع تاني شهيق زفير. وبعدين لما تتعودوا على الحركة ممكن ان انتوا تعملوها اسرع شوية، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا كوعنا يفضل على نفس الناحية بتاعته علشان نحس بالأوبليكس بتاعتنا اكتر واكتر. وبعدين من هنا لو معناش دمبلز ممكن برضو نصعبها على نفسنا بان احنا نطلع رجلينا لفوق ونعمل التويست هنا. اثنين واحد. Alright. دلوقتي المرة دي هناخد الدمبلز، اوكي؟ هناخد التوز بتاعتنا زي ما احنا، نرجع لورا سنة نمسكها من الناحيتين، وبعدين نحاول على قد ما نقدر ما نخليش راسنا ترجع لورا عشان رقبتنا وظهرنا السفلي ما يوجعناش، نكون حاسين وشدين ببطننا، نمسك ركبنا ما تتحركش، ونبتدي نروح ناحية لناحية. اثنين واحد. Alright. خليكم معايا، عندنا دقيقة ونص، فعايزين ان احنا نعمل على قد ما نقدر. واثنين واحد. Alright. دلوقتي هنرجع تاني دلوقتي للplank position. هناخد الدمبل تحتينا تحت ايدينا، يبقى ورا الريست بتاعتنا بالظبط.
هنطلع للبلانك بوزيشن، وزي ما قلنا لو دي مش قادرين ان انتوا تمسكوها هنا ديفينتلي نزلوا ركبتكوا على الارض. هنطلع فوق ناخد بايدينا اليمين او سوري بايدينا الشمال، هنحطها تحت ايدينا الشمال مطرح ما احنا هنحط ايدينا، وناخد تاني بالايد التانيه نشدها. نحاول كاننا بنزحلقها من ناحيه لناحيه، وبرده ممكن برده تفتحوا رجليكوا اكتر عشان تحسوا بالجذع اكتر. واخر اتنين واخر واحده. alright دلوقتي هنرجع على ظهرنا تاني. alright عايزين ننزل على ظهرنا، رجلينا اليمين فوق رجلينا الشمال لقدام، نجيب راسنا فوق نحاول نبص قدام، ناخد الدمبل ورا رجلينا او ركبتنا، وبعدين هنعمل الفيجر 8. ممكن برضو دي تعملوها من غير الوزن، ان انتوا تاخدوا صوابعكم مع بعض ولو حاسين برضو ان دي صعبة ممكن دايما تحطوا رجل على الارض رجل فوق وبعدين ارجعوا تاني نعملوها هنا. بس نحاول برضو في نفس الوقت ان احنا نعمل دايما تشالنجينج لنفسنا، ونحاول ان احنا نركز على العضلة ونحاول نوصل لأكتر حاجة ممكنة. اثنين واحد. alright دلوقتي من هنا ممكن برضو ناخد الدمبل، وممكن تعملوها بايديكم، هنرفع رجلنا هنشد مشط رجلنا، نشيل راسنا وكتفنا هنا ونطلع لفوق. اثنين واحد. دلوقتي من هنا عايزين ناخد السيزرز، نعمل زي المقص، حط ايدينا جنبنا، ممكن برضو تشيلوا راسكم وكتفكم من على الارض، ننزل ونطلع. اثنين واحد. alright دلوقتي اخر حاجه هنعملها، لو احنا واقفين هنا برضو هننزل تحت، وعايزين ان احنا نعمل تويست، هناخد من فوق وهنعمل لتحت، شهيق زفير شهيق زفير. نحاول ان احنا على قد ما نقدر نقف على جنبنا، شهيق زفير الناحيه الثانيه، واخر اثنين واخر واحدة. alright دلوقتي من هنا برضو ممكن نرجع اكتفنا لورا، وبعدين هنعمل التويست، بس هنعملها من ناحية لناحية. واخر اثنين وآخر واحدة. وشكرا ويعطيكم العافية، وإن شاء الله أشوفكم يوم السبت تاني.